فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا صلى الرجل على راحلته هل يلزم استقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام؟ نعم، ورد في بعض الروايات أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، وقال به بعض العلماء، لكن هذا الحديث التي سمعنا ليس فيها ذكر أنه يستقبل القبلة عند تكبيرة الإحرام، دل على جواز ذلك. نعم.